ها واخا عليك الوقايه المدنيه واخا شي تصرصط اللي صرصطتيني. اذا مشاهدينا الكرام كيف ما العاده الوقايه المدنيه تدخل على الخط، فشكرا لهم انهم جاو طفاو هذه العافيه اللي شعلات، واللي بكل صدق ما عرفناش شكون هو هذا اللي كيفكر اللي شعل العافيه هنا بدون احترام لا الاشجار ولا المسجد ولا للساكنه، وكانت غتوقع واحد الكارثه. ما عرفناش شكون هو اللي دار هذه الحاله هذه. وكيف ما قلنا ان الوقايه المدنيه كان خصها تكون حاضره منذ البدايه في مثل هذا النوع من العمل، رجال السلطه دائما الوقايه المدنيه خصها تكون حاضره لان كتوقع اغماءات كيوقعوا كوارث. اذا شكرا للوقايه المدنيه انها جات الحمد لله خصها تكون موجوده في الطريق. الله يحسن عوان الساكنه على الدخاخه ديال هذا المدنيه اللي جات بعدك على الاقل على الاقل اللي اعتقدت الموقف كيف ما العاده. ولكن صراحه اللي دار هذا اللي دار هذه العمليه هذه وشعل العافيه راه انسان غير مسؤول، ما تيفكرش الطوموبيلات واقفين الشجر الناس ساكنين في الجامع، ما عرفتش كيفاش كيفكروا هاد الناس. زعما شعلوا لهم العافيه باش بقاو يرجعوا ياخذوا هادشي ديالهم. ايوا وشنو العواقب ديال هادشي؟ خصنا نفكروا قبل وبعد ودائما ندير واحد الفرضيات اللي ممكن انها تكون. وخالد هاد الشجرة مسكينة راه ماتت ولا تحرقات. عمت مش عمت ضيف